أنا لما قلت يا رب يا رب هديت وهدي بالي، أنا اتكلت عليك في كل أحوالي. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. حلقة النهاردة هي مخصصة للرد على أسئلة حضراتكم اللي بتجيلنا من خلال صفحة قناة الحياة على الفيسبوك. خلونا نبدأ مع بعض بأول رسالة موجودة معانا. بيقول: اسمحوا لي أعرض حكايتي، وريت ألاقي عندكم الرأي والنصيحة. أنا أب لثلاث بنات، توفت زوجتي بعد ولادة بنتي الصغيرة ب3 سنين. رفضت الجواز وعشت أب وأم لبناتي لحد ما اتخرجوا من الجامعة وجوزتهم الثلاثة بفضل ربنا. دلوقتي بعد ما تجاوزت 60 بعاني من الوحدة، خايف أموت وحيد. قررت أدور على ونس في حياتي. سيدة في أواخر الأربعينات فعلا اتجوزتها، واتنقلت من شقتي لشقة أصغر يدوب حجرتين وصالة على قدنا إحنا الاتنين. دلوقتي بنتي الكبيرة حصل لها مشكلة كبيرة مع جوزها، مصممة على الطلاق وإنها تيجي تقعد معايا هي وأولادها. لما رفضت إنها تتطلق ولازم تحافظ على بيتها، اتهمتني إني مش عاوزها تيجي هي وولادها يعقروا عليا حياتي. زوجتي عرضت إنها ممكن تمشي وتفضي مكان لبنتي وأولادها لو حصل، وبالفعل بنتي اتطلقت. أنا حاسس إني مش عاوز أتخلى عن بنتي، وفي نفس الوقت مش عاوز بيتها يتخرب، ومش عارف أتصرف إزاي. دلوني وقولوا لي أقدر أعمل إيه. يمكن ده سؤال هنجاوبه ضمن أسئلة تانية كتير إن شاء الله مع فضيلة الشيخة ويدا عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بحضرتك. حال أبهات وأمهات كتير جدا ممكن يعيشوا حياتهم كلها تقريبا في إن هم يربوا أولادهم وحياتهم تبقى لأولادهم بس، لما الدنيا بتفضى عليهم، البيت بيفضى عليهم، الأولاد بيكبروا وكل حد بيشوف حياته وبيبقى في طريقه وفي بيته، بيحسوا بالوحدة، فبيفضلوا إن يبقى ليهم حد يكمل معاهم بقية حياتهم. لكن موقف زي اللي هو فيه ده، هو الفكرة إنه البيت ما فيهوش مكان لأن حد ممكن يقعد فيه معاه، يتصرف ازاي او يعمل ايه عشان البنت ما تحسش برضو ان ابوها رماها؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الاول نقول له جزاك الله خيرا على هذا المجهود. بيبقى صعب قوي الاب كمان، الاب بالذات ما ازاي اقول لحضرتك صعب على الاب مش زي الام طبعا. يعني شوفي كده، لو بصينا للواقع نلاقي المرأة اذا ما طلقت او توفى عنها زوجها بتقعد بولادها، الأغلبية بولادها حتى لو كانت صغيرة في السن بتقعد وبقية أولادها بيبقى كل حياتها، بخلاف الأب. ليه؟ الزوج صعب يخدم نفسه وصعب يقوم بشأن الولاد، صعب، لا في الجانب ده هو ضعيف. فلما يكون واحد في الجانب ده ومع ذلك يقوم بالدور الكبير اللي قام بيه ده، يعني ربنا يكرمه على طبعا المجهود اللي هو عمله. طبعا بعد كده البيت فضي، ما هو شيء طبيعي البيت هيفضي. والزواج الناس مفكره الزواج هي مساله متعه جسديه، لا، الزواج في جانب مهم جدا وهو جانب الانس. طبعا السكن والموده بالضبط. الانسان كبر في السن، ده محتاج ونس جنب معاه، محتاج حد يناوله حاجه، محتاج يتكلم مع حد، والا هيتعب نفسيا. فالراجل عاش او مارس الحق الطبيعي بتاعه انه تزوج، وبعدين بدات المشكله ديت هتعكر عليه حياته. طب اللي اتطلقت ديت، ما هي ليها عند زوجها، دي حاضنه، ليها عند زوجها سكن. طب ما يجيب لها سكن. ليها عند زوجها سكن، مش عارف هي ليه ما طلبتش بسكن من زوجها. ده واجب، لان هي بتربي له اولاده بالظبط، فلذلك لابد ان هي يبقى ليها سكن. طيب اما اقول له هو طلق، لا، طب وبعدين؟ هو الاب يطلق يعني؟ لا، ما حرام طبعا، ما يطلقش طبعا، ويعيش مع زوجته. وبعدين وهي ذنبها ايه؟ البيت اللي هي فيه هي من حقها ما حدش شركه فيه كزوجه. ما هو كده هيبقى في موقف صعب قوي. ابدا، هي موقف البنت هي اللي تقدر توفر سكن، لان ابو الاولاد يوفر لها السكن. وهو يا جماعه يعيش بقيه حياته مستريح شويه. طب هتقعد مع والدها شويه، هنفرض تقعد مع والدها شويه، الست التانيه هتمشي
وبعدين هيجي لها زوج هتتجوز وهتطلع، وبعدين يقعد هو تاني، وبعدين هو ما صدق ليه واحده ترضى بالوضع بتاعه وتكمل معاه بقيه حياتها وتكمل معاه بقيه حياته. ما هيش لعبه علشان خاطر بالضبط تبقى ماشيه حسب ظروف. فاحنا بنقول الزوج الزوجه المطلقه لا، ده مسكن الزوجيه لان هي حاضنه على زوجها، وانت حضرتك حافظ على بيتك وفاهم البنت كده، لانك انت ما صدقت تبتدي تستقر في حياتك ويعيش يومين مستريح بس شوية. هو كمان يعني كل صيغه الكلام ان هو مش عايز يشجعها على الطلاق، يعني مش بس هو فكره. احنا مش بنشجع بالكلام ده على الطلاق، احنا بنقول هنفرض في أسوأ الفروض حصل هي تبتدي تطالب بسكن، فده شيء يعني ده حق الملاقه الحاضنه، ده حل اذا كان دنيا استحالت بينهم وبين بعض. طيب ناخد مدام سهير. مدام سهير اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، أهلا بحضرتك. سعيدة والله إن أنا يعني معاكم على الهاتف. ربنا يخليك يعني. يا رب نورتينا. ربنا يخليك. ممكن أستأذن الشيخة عودة في سؤال؟ اتفضلي. أنا كان وليد والدي توفى وسايب الشقة، فأنا صاحب العقار عايز الشقة. مين اللي توفى معلش يا مدام سهير؟ والدي. والد حضرتك. انا وحيده يعني. المهم ايه، واحده تعز عليا قوي 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 من قرايبنا قالت انا هاخد كل حاجه في البيت، انا عايزاها شقه مفروشه. فهي كانت هتاخدها بفلوس. الفلوس اللي بتطلع دي اي حاجه اتصرفت فيها من حاجه ابويا انا يعني بطلعها لله. يعني شقه والد حضرتك ايجار. وانت هتاجريها لحد؟ لا انا مش هاجرها، هي صاحب البيت عاوزها. تمام اوكي. بس بنسال حضرتك بس عشان انا اعيش صدر. الموضوع لان ممكن حضرتك تقفلي وانا محتاج اسال بعض الاسئله. والدها توفى، الشقه كانت ايجار قديم مش جديد. كان مين اللي مقيم مع الوالد؟ في حد؟ ما فيش حد، وهي البنت الوحيده ما عندهاش اخوات. يعني هي متجوزه وقاعده بره. تمام. صاحب البيت بقى عايز الشقه. فانا راح حد من قرايبي قال لي ان هو عايز العفش كله فتاخده. تمام. فانا ادخلها وشالته ونقلته وحطيته في مكان دفعت حقه قبل لما تفضي مثلا شقه هي هتفرشها فيها. فبعد كده قالت لي انا مش عايزه الحاجات دي خالص. وانت تحملي ثمن النقل وثمن المكان اللي انا مأجراه لي في العفش. واديتك وكانت اديتك فلوس ال ال انا كنت بظروف يعني مشغوله شويه فانا قلت لها خلي الوقت الفلوس. يعني هي خدت العفش وما ادتكيش اي حاجه خالص؟ لا هي هتديني بس انا ما طلبتش منها دلوقتي. لا انا فاهمه، انا اقصد اقول لحضرتك ما ادتكيش فلوسه، خدته قعد عندها قد ايه؟ قعد عندها شهرين. اجرت مكان وحطت فيه العفش لمده شهرين ورجعت انا مش عايزه العفش وانت ملزمه انك تدفعي ثمن المكان اللي انا اجرته دلوقتي. مظبوط. الشقه بعد وفاه الرجل. بعد وفاه الرجل هي الحاجه السائله قعدت في الشقه؟ لا هي ما عندهاش شقه، صاحب البيت خد الشقه وواحده قريبتها قالت لها انا عايزه العفش كله اللي موجود فهشتريه منك. تمام. وجابت عربيه ونقلت العفش كله. مدام سهير لو انا بقول حاجه غلط قولي لي. لا صح تمام حضرتك. نقلت العفش كله، خدت مكان خزنته فيه. تمام. ما كانتش لسه اديتها فلوسه. بعد شهرين بس قالت لها اتفقوا خلاص، يعني انا بعت لك العفش ده بكذا واتفقت على المبلغ. تمام. وهي حازت الشيء المبيع. ايوه خدت خلاص. طيب وبعدين هي دلوقتي عايزه ترجع لها العفش وعايزاها تدفع. لا هي دلوقتي بتقول لي انا يعني شوفي صرفه لي وانا مش عايزه العفش خلاص وعايزاكي تدفعي بقى النقل، وحسبت لي النقل والايجار بتاع المكان اللي نقلت فيه، فانا قلت لها خلاص لو حد عندك عايز اتصرفي فيه، فهي فعلا اتصرفت فيه. طيب وبعته وادتني الفلوس، بس هي دلوقتي محملاني حق النقل والايجار. أنا بقول لها أنا لا ليا ذنب ولا أنت ليكي ذنب، فنقسم الدنيا نصين. فهي زعلت مني. هي زعلت مني إن أنا بقول لها كده. فأنا أنا أتصرف إزاي؟ أنا أدفع حق النقل والإيجار بتاع المكان ولا أعمل إيه؟ حاضر. أنا برضه مش عايزة لا أظلمها ولا تظلمني، وفي محبة جامدة ما بيني وما بينها، يعني هي مكانة أمي. حاضر. عند حضرتك أي سؤال تاني؟ شكراً. نورتينا. هل هي ملزمه ان هي تدفع؟ مش ملزمه خالص، دي الطرف الثاني اشترى الحاجه ونقل الحاجه
ونقلها على حسابه، هي حره بقى تروح وحاز فين. حاز السلع ديت او السلعه او المبيع ده حازه عنده وفضل عنده فتره، وبعدين طرأ ليه انه ما هوش عايزه يبتدي يبيعه. طيب عمل كده وباعه، عايز يحملها او اللي هي عايزه تحملها ثمن النقل وثمن التشوين او ثمن الايجار؟ لا طبعا، ده هي كتر خيرها انها بتقول لها طيب لا ندفع بالنص، ندفع بالنص، ده انت كده كتر خيرك يعني، قولي لها بالنص وكده كويس قوي يعني، وهذا تفضل منك ان شاء الله. لكن ما عليهاش اي ذنب طبعا. في اي شيء. لا طبعا. حكم الدين في ابن يطالب امه بمعاش والده المتوفي وهو عارف اني محتاجاه عشان اعيش، لكن بيقول لي المبلغ كبير عليكي لوحدك. سبحان الله، هو هيحسد امه على المعاش بتاعها؟ المعاش هو اسمه في السرك، بنقول كده اسمه في السرك بتاع المعاش، اهلا وسهلا ياخد حقه. بس واضح من السؤال ان اسمه مش موجود في السرك، اسمه مش موجود. فاصبح المعاش كله بتاع الام. هنفرض السرك يضم الابن والام وبنت مثلا، وكل واحد معروف ده ليه 1000، ده ليه 1200، الام ليها 2000، كل واحد ياخد حقه. اما المعاش كله بتاع الام، هو باصص لها في المعاش ان المعاش كتير عليكي؟ لا طبعا، يعني المال مالها وهي حره التصرف فيه، وهو مالوش حق في معاش. ليه؟ لان المعاش ده يا فندم مش ميراث، المعاش ده عباره عن مكافاه او اعانه او نظام حكومي تأميني الدولة بتديه لأبناء المتوفى اللي خدم في المؤسسة دي. فهي بتشوف اللي محتاج، لذلك البنت لما تتجوز خلاص بتشتال، الولد اتجوز وأصبح بيعتمد على نفسه بيشتال، فأصبح هي اللي فاضلة الضعيفة اللي بتاخد المعاش، فلذلك هو مستكتر عليها المعاش. ده بدل ما يساعدها، ده انت المفروض انت اللي تساعدها وانت بالضبط. اللي تبقى جنبها. فلذلك يا حاجة هو أو السائل ليس له حق في هذا. الأم عايزة تساعده أهلا وسهلا، مش عايزة تساعده والمال يدوك بكفاه، هي هو يشتغل وينفق على نفسه. نعم. طيب سؤال بقى مهم جدا يا فضيلة الشيخ، ويعني قضية شائكة كمان اليومين دول. بتقول زوجي طلقني من سنة وما سألش فيا، وأنا تعرفت على راجل محترم وقررنا نتجوز، ولما طليقي عرف عشان طالبته بورقة طلاقي جه بهدلني أنا وأمي في البيت وقال عني كلام مش كويس وإني هجمع بين زوجين لأنه رجعني وقت العدة وما قاليش وكان بيعاقبني. نعم. الوضع هي ايه بقى؟ المشكلة دي طبعا قد المشاهدين يقول لك هو ده ممكن يحصل، بيطلق من غير ورقة مكتوبة، ده بيحصل، طلق كده طلق شفوي. بس هي المشكلة ان الزوجة احيانا لما بتسمع لفظ الطلاق الشفوي بتعتقد انها كده طلقت، وده اكبر غلط. والزوج لما بيتلفظ بالطلاق بيعتقد ان كده خلاص انهى الشيء. انا بتكلم فيه فين الاسباب؟ مش اوراق، وقت لا يوجد اوراق، لان الاوراق هي اللي بتحل لنا كل الاشكال ده طبعا. فلذلك يقول لها انت طالق، وده بيحصل وشفناه. فهي بتقعد 3 شهور وتفكر نفسها خلاص العده خلصت، هي بتحسب لنفسها وقال لي انت طالق، هي بقى ما سالتش. المفروض تسال، تجيب وتسال، انت قلت لي انت طالق كان قصدك ايه؟ كان في غضب؟ كان في شيء اثارك عشان تقول الكلمه؟ كان في حاجه ضغط عليك عشان يشوف الطلقه واعلم ولا مش واقعه؟ فهي بتسمع الكلمه فتظن خلاص الطلاق، فبيحصل انها بتروح تتجوز. بس طبعا هي على الورق زوجه، مزاج، ما فيش طلاق، فبتروح تقع في مشكله تانية مهمه قوي تنتبه ليها المراه، تروح تتجوز بعقد غير موثق. هو ما حدش هيوثق لها، هيوثق لها ازاي؟ ما هي لو وثقت هيبقى جمع بين زوجين رسمي، هيبقى ظاهر ان ما فيش، ما تمش طلاق من الزوج الاولاني، في مصيبه تانية وهي برضو الجامع بين زوجين. لان احنا ما نقدرش نثبت انها لسه مطلقه من الاول، ده مجرد قال الكلمه، واحنا 50 مره كتير جدا قلنا يا جماعه مجرد التلفظ بالكلمه ما يدلش على، لا اروح اسال، ولما اسال الاقي 1000 مخرج في هذا اللفظ. خاصه مع عصبيه الناس، مع غضب الناس، مع الحاله النفسيه لبعض الناس، اي حاجه بتاثر على الناس، اصبح الانسان بياخد قرار سريع جدا في انهاء الحياه، وبعد 5 دقايق يقول لك انا ندمان، انا ما اعرفش انا قلت كده ازاي، يبقى ده هنوقع له طلاق ازاي؟ اذا مساله الطلاق اصبحت منظومه شائكه طبعا. مش كل واحد يفتي نفسه فيها، ومش كل واحد يقدم على الكلام فيها. فلذلك كان الصح تقول له يلا على دار الافتاء. فايه اللي حصل؟ ان الزوجه عايزه تتجوز، هو عارف، قال لها اجمع بين زوجين، وشفنا واحد فعلا سجن مراته بسبب انها جمعت بين زوجين، وهي ما مش وقال انا ما كانش قصدي طلاق، ما مش قصدي، قال انا ما كانش قصدي طلاق، وهي تسرعت واتجوزت.
اتجوزت بعقد غير موثق واثبت ان هي اتجوزت وجاب لها سجن وبيحصل. فلذلك هو كلامه هنا تهديده، تهديده في محله، ممكن يوديها في يعني ما ينفعش في اي حال من الاحوال. لذلك بنقول لها انتبهي اذا كان في طلاق مكتوب رسمي. رسمي. نيجي بقى لمساله المشكله في الطلاق الرسمي بقى. لو طلقها بائن خلاص اتحلت القضيه. طلقها بائن يعني ايه؟ هي راحت عند المأذون ومضت ومضت وابرأتك يا زوجي وانا مش عارف قبلت وانت طالق ويلا بالسلام. خلاص ما يقدرش يرجعها الا بعقد جديد باذنها وضاها. تتجوز وهو بعد في فتره العده او تتجوز غيره بس بعد العده. ايوه دي ما فيش فيها اشكال. الاشكال اللي بيجي وهو مقارب للحاله الاولى انه يطلقها رجعي. يعني يقدر يرجعها في غيابي. فيروح يطلقها غيابي على الورق. وبعدين ممكن هي عرفت او ما عرفتش. تمام. طيب وبعدين تقول لك خلاص انا كده اتطلقت، هنفرض انها عرفت. تقول انا كده اتطلقت رجعي. فتستنى العده بتاعتها علشان تتجوز. تمام. هو يروح يعمل يقول قدام شهود ده انا رجعتها. وعليها يسيبها. بس رجوع هنا يبقى في فتره العده. ما هو في العده بس. نهي اللي يرجعها. بس عمل حاجه بقى عشان يضرها، عمل ايه؟ لم يوثق الرجعه. ما وثقهاش. فاصبحت هي قدام ربنا وقدام الشهود اللي هو جابهم ادي زوجه. ولكن هي على الورق مطلقه. ممكن لو راحت هي اتجوزت برضه يعمل لها نفس المشكله، الجمع بين زوجين. لذلك لازم الامر الاخير ده ينضبط، يبقى في دقه. يبقى في دقه يعني طلقت رجعي. هترجع، عايز ترجعها تاني لقسمتك، لازم تروح توثق الرجعه. يلزم بتوثيق الرجعه علشان نضمن ان الست ديت ما يجيش هو يموت بكره ولا يحصل له حاجه تبقى الست دي مطلقه. طب ال 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 بنحسب العده لو واحد طلق يعني زوجته شفوي ولسه ما اتثبتش على الورق، العده بتتحسب من امتى؟ من وقت تلفظ. بس لما يكون الطلاق واقع. واحنا قلنا مساله اللفظ ده من غير توثيق لا، في مجال واسع جدا للفتوى. فيه مجال واسع جدا للفتوى. حالة الإنسان، نفسية الإنسان، الغضب اللي هو فيه، الظروف المحيطة اللي هو واقع فيها، كل ده ليه أثره في إن احنا نقدر نقول كتير جدا إنه مفيش طلاق. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره ثانيه. معنا النهارده فضيله الشيخه عويده عثمان امين الفتوى بدار الافتاء المصريه، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. ناخد مدام شروق. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. كنت ازاي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ يا مرحبا، اهلا بحضرتك. ربنا يجازيكم كل خير عننا يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. امين يا رب. انا كنت عايزه استاذن حضرتك، انا والدي توفى من 10 سنين وما سابش حاجه غير شقه ايجار قديم والعفش بتاعها. ووالدتي ما كانتش عايشه في الشقه، كانت اجرت شقه تانية بعيد يعني معانا، ودلوقتي اخويا اخذ الشقه بالعفش. ولما اجرنا لها شقه انا واختي بقى فيها عفش تاني، احنا اللي يعني هي جابته واحنا ساعدنا فيه، وتوفى الله من شهرين الله يرحمه. فكنت عايزه اسال العفش دوت اخويا ليه فيه ولا لا؟ هو العفش مين اللي جايبه بفلوسه؟ انا واختي. تمام. انتوا جبتوه لها على سبيل التمليك، ان ده خلاص بقى ملكها. يعني احنا جبناه عشان خاطر الشقه تبقى موجوده وفيها عفش وتبقى قاعده مرتاحه براحتها يعني. واخوكي عايش في الشقه اللي هي الايجار بتاعت والدي؟ عفش والدي. ما حدش خد منه حاجه حتى والدتي. تمام. ولكن انتوا العفش اللي اخوكي عايش عليه انتم سايبين حاجتكم هناك بس ما تنازلتوش عنها، ما حصلش تنازل عنها. لا. تمام حاضر. طيب حاضر. طب اين مدروق؟ هي بتسال بقى اخوها ليه في العفش في بتاع شقه والدتها ولا لا؟ طبعا. ودي حاجه بتتكرر، حاجات مشابهه ليها كتير. بيجي مثلا الوالده تتوفى، تكون انا اهديت ليها حاجه ذهب. واختي اديت لها حاجه ذهب. واحد تاني مش عارف جاب لها طقم ايه غالي. فبعد الوفاة كل واحد يقول لك ايه، انا هاخد الحاجة اللي انا جبتها. لا طبعا، لا خلاص مش بتاعتك، خرجت من ملكي اصبحت ملك الام. يعني واحد اتنين تلاتة ما كانش جابوا الحاجات دي، تتجمع وميراث للكل. مفيش واحد يقول ايه ده انا اللي جبتها هاخدها. لا يجوز. فلذلك الامر الاولاني العفش اللي موجود في الشقة الاولى بتاع الوالد ده بتاع مين؟
العفش دايما الاصل في العفش اللي موجود في الشقه ده بتاع الزوجه. يعني برضو ميراث الام. ميراث الام الحاجه ديت دي بتاعه الام. بس ما احيانا الواحده بعد وفاه زوجها ما بتقدرش بقى الذكريات ومش عارفها بتروح مكان تاني زي ما بيحصل فبيجيبوا لها حاجه تانيه. طب العفش الاولاني ده ملكها والعفش التاني ملكها المفروض ده كله يعني اصبح كل ده دلوقتي الميراث بتاعهم كلهم. بالضبط هيتجمع ده كله ونبتدي نعيد توزيعه لو حبيتوا يسيبوا الحاجه لاخوهم اهلا وسهلا والتاني هو يدخل معاكم في او تتراضوا فيما بينكم. يعني يا فلان انت الحاجه بتاعتك الاولانيه هيت احنا سايبينها لك خلاص متنازلين عنها وانت تنازل لنا عن حقنا هنا واحنا العفش ده هنقسمه مع بعض يبقى في تراضي. اما الاصل عند الحق العفش الاول والتاني ميراث للجميع ان شاء الله. ام نور. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا بنتي اترمى عليها 3 مرات يمين الطلاق. اول مره وهي في بيت ابوها مكتوب كتابها. قال لها ايه؟ قال لها روحي وانت طالق. تمام. الكلام ده من 10 سنين. كان لسه كاتب عليها؟ كان لسه كاتب عليها في بيت ابوها. فلما راحوا للشيخ قال له خلاص طلع كفاره وخلاص ايه؟ كده. فعلا طلع كفاره وهي لسه بنت. تاني طلقه قال لها تبقي طالق لو شفت فلان حتى لو بالصدفة. الكلام ده من حوالي 3-4 سنين. فعلا بالصدفة بنتي شافت الشخص اللي جوزها حلف عليها باليمين عليه. فراحت قالت لوالده انا شفت فلان اللي ابنك كان حلف عليا بيه بالطلاق. فشوف هتعمل ايه مع ابنك. فراح قال لابنه والمهم جابوا له شيخ من فضيل من مشيخة الازهر في التليفون والشيخ ساله يا ابني انت لما رميت اليمين ده على مراتك بالصبح لو شافت فلان كان بنيه الطلاق ولا بنيه التهديد؟ قالوا لا كان بنيه التهديد. تمام. تاني طلقه. تمام. تالت طلقه اللي احنا فيها حاليا دي فالشيخ لما روحنا برضو مكان من تبع مشيخة الازهر فسالوا في اللي هي ديت اللي هي بالصدفه انت شفت مراتك لما حلفت عليها بالحلفان ده بيمين الطلاق كان من تحت التهديد ولا من تحت الطلاق؟ ده سالوا على الطلقه نفس الطلقه اللي هي الثانيه بالظبط الوسطانيه. قال له كان بنفس ايه السبب؟ قال له اما رميت عليها اليمين كان بنيه الطلاق ولا بنيه التهديد؟ قال له انا مش فاكر. تمام. بس انا اللي فاكره بنيه الطلاق. فبنتي ردت وقالت طب انت من 3 سنين لما الشيخ سالك ردت وقلت التهديد. ازاي كنت في الفتره دي كلها معيشنا كده؟ بالظبط. ماشي. طب المهم والثالثه بقى؟ الثالثه قال لها روحي وانت طالق بسبب ان كان بيسيب بقى في عرضها وفي عرض اهلها اللي انا وامها. فقالت له انت ليه قعدني معاك وانت بتسب في عرضنا وبتسب في عرض اهلي؟ طب بدل ما انت بتسب فيا وبتسب في عرض وانت كده راجل لا خلي بالرجوله ارمي عليا يمين الطلاق ونخلص. طبعا ده من ورا شتايم شتايم واهانه واهانه واهانه. طيب 10 سنين ومعلش وعاد يا بنتي دلوقتي اللي انا برضو بسال عليه. ان هي معاها 4 اولاد ودلوقتي اهل بيت جوزها يا بيت عيله عايزين يخلوها تمشي وتيجي تقعد عندي بال4 ايام. رغم ان هو حلف بالطلاق وقال عليا الطلاق بالثلاثة ما قاعده تاني في البيت يلا تروح تقعد عند امها. طيب سؤال حضرتك. سؤال حضرتي بنتي دلوقتي مرمي عليها من الطلاق والمفروض ان كانوا راحوا تاني. مشيخة الازهر اللي هي تفتك الحوار بتاع اخر طلاق والطلاق الوسطاني ما حدش مدور. أبوه. طب هو أنا بس عايزة أسألك سؤال بس عشان ما انتهش. هو هي عايزة ترجع ولا قاعدة في بيتها؟ هي ما مشيتش قالت لهم أنا مش همشي من بيتي أنا قاعدة في بيتي متطلقة قاعدة في بيتي مش متطلقة قاعدة في بيتي. طب هو سؤال حضرتك بالتحديد الطلاق وقع ولا لأ ولا تعمل إيه؟ ما هو الطلاق وقع ولا لأ ده هو اللي هيتسأل فيه. تمام.
هو اللي هيسأل فيه. أنا دلوقتي بسأل بنتي ليه أن هي تمشي من بيته بعيالها الأربعة رغم أن الأربعة قطط. حاضر. قطط. حاضر. وحط فوق ده كله بنتي عزلت نفسها عنه. هي الشقة تعتبر شقتين في شقة. بنتي خدت جنب لوحديها وهو بجنب لوحديه. رغم ان كل يوم بتسمع اهانتها في وسط اهله وفي وسط ناسه ما حدش بيقول له يا ابني عيب ما تشتمش ولا يتسناه. طيب حاضر. طب عينا يا ام نور. الحالة دي الامر فيها يبقى ايه يا فضلت الشيخ؟ الناس اصبحت لما بيحصل لها نوع من الظلم الغاشم العاتي. مش حتى الناس تبقى رحيمه كده شويه في ساعه الغضب. الناس تتراحم. يقول لك لذلك الحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون. بلاش تفتح كل ابواب العداوه وتفضل تشيل وتحط على دماغك سيب الباب موارب ما تقفلش الباب خالص كده يمكن في يوم من الايام ترجع لمجاريها زي ما بيقول. لذلك هي الزوجه عاقله لانها قاعده في بيتها البيت. مش همشي ده انا معايا اربع اولاد ده ان شاء الله يكون واحد. انا قاعده في مكاني ده بيتها لا تخرج. شوف القران يقول القران الكريم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. يعني اذا حتى نسب القران الكريم نسب البيت الى المراه. عشان ما يجيش واحد يقول لها اطلعي بعيالك. ده عيال مين؟ ده عيالكم انتم دول لحمكم ودمكم اصلا. يعني عايزينها كمان تمشي بكل الهم ده تعمل بيهم هذا ايه واكيد ما بتشتغلش. فهي قاعده المفروض في بيتها والتصرفها صحيح ان ما فيش بينا معامله ليه عشان يبقى في ضغط عليه شويه انه يتعلم انه مش بالسهوله وتجيبه تيجي دار الافتاء او تجيبه تروح اي مكان يسمع فيه كل ما قال. في كل ما قال اللي هي بتحكي ده في حلول ان شاء الله في حلول ولكن لابد من سماعه مش سماع بس الوعظ. انت عارفه حضرتك احيانا الفتوى بتبقى سهله بس ما حوالين الفتوى هو اللي يحتاج لجهد. يعني مثل هذا عشان ما يتكررش يحتاج يتشد عليه في الكلام عشان يعرف يعني ايه بيت ويعني ايه زوجه ويعني ايه الانسانه. الانسان ما ياخدش في عرض لا زوجته ولا عرض اهلها. فرجاء يا حاجه يعني هي كده تصرفها صحيح وفي اقرب فرصه تجيبه وتيجي ممكن دار الافتاء او تروح في اي مكان تاني ان شاء الله عشان تفتى فيما وقع من الفاظ ان شاء الله. طيب ناخد ام محمد. ام محمد اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. انا ما كنت بصلي التراويح كنت بصلي بالقران المصحف ساعات بالسجده فما كنتش بعرف اعمل ايه. هسجد ازاي وانا واقفه بقرا مثلا الآية في صلاة التراويح؟ ده سؤال. والسؤال الثاني لا حضرتك كنت بتصلي التراويح في المسجد ورا إمام؟ لا في البيت. في البيت مع نفسك؟ بتصلي من القرآن من المصحف. طيب لما كانت تيجي سجدك ليه ما كنتش بتسجدي؟ ما أنا ما أعرفش ما أنا بسأل حضرتك أنا ولا فيها مشكلة. حاضر كنت بسبح في سري وخلاص. طيب هي كده عليا ذنب؟ لا حاضر طالما ربنا إن شاء الله. حاضر. طيب سؤالك الثاني إيه يا أم محمد؟ ليا ابني هو انسان حنين جدا عليا وطيب جدا بس حصل كتير مشكله بينه وبين مراته واحنا دخلنا انا واخواته من على الهامش ما دخلناش فيها يعني. ففوجئنا ان هو خاصمنا ومقطعنا انا واخواته وبعت له ناس كتير جدا يقول لهم لا انا لو رحت اكلمها يبقى انا بعوقها رغم ابني ده طيب جدا جدا. طب هو ايه اللي مزعله؟ مزعله ان احنا ما تدخلناش يعني جامد وان احنا كنا المفروض نقف جنبه اكتر من كده وان احنا لو دخلنا كمان هنسبب في طلاقه وخراب بيته مش فاهمين منه حاجه. طب حضرتك ما كلمتيهوش ليه؟ كلمته. كلمته رغم ان هو عايز اقول لحضرتك ان هو بيخاف عليا من الهوا الطاجي وكلمته على الوقت قال لي لو بعت لي حاجه تاني انا مش هرد عليك. طب ابعت لي احفادي اشوف نفسي اشوفك. قال لي لا. بعت لمراته اعتذرت لها على حاجه انا ما عملتهاش قلت لها لو انا عملت حاجه حقك عليا بس بعتهم لي اشوف عاملين لي بلوك. طب حضرتك لما تدخلت للاصلاح حضرتك طلق انا
انا ما دخلتش للاصلاح، هو اشتكى منها اول يوم رمضان بيحضر عندي ما جاش. فبساله بقول له طب ما جيتيش ليه؟ زعق وهلل وقال لي عامل مشكله مع مراتي مش عايزه تيجي، المشاكل العائليه اللي بتحصل في البيوت دي. بس بقى اشتكيت، يعني اشتكيتها لاهلها لانها اهلها قريب. حضرتك اللي روحتي كلمتي اهلها؟ لا، اتصلت بيهم في ساعتها وكلمتهم، محدش طبعا صدر ولا حد جه، رغم ان انا ست معديه 60 ومريضه. طب معلش، هو لما حكى لحضرتك قال لك اتدخلي؟ لا ما حكيش، هو قال لي انا زعلان انا ومراتي. طب حضرتك كبير راح له وقعد معاه، كانت بنته مريضه وابتدع معاه عشان بنته وانا فدأت معانا عشان بنته، رافض. اخوه قال له طب تعالى اعتذر لماما، قال لي لا، رغم ان ده ما ينفعش يتقال لا ليا خالص، بيحبني لدرجه الجنون. قال له لا، جه برضه كانت العيال على باب البيت وما رضاش يطلع. اخوه قعد يبص فيه ويحضر فيه ويقول له اطلع، رغم ان هو مهندس. قال له لا مش هطلع. وبعد كده قطع عياله خالص. حضر فرح اخوه، فوجئت انه خاسر الفرح بتاع اخوه. وبقالي سنه ما شفتوش. بعت له وبعت ناس كتير يقول لهم لا، طب هي هدي لك اشوفك زعلان انت ومراتك، يقول لهم لا. على كده ابعت زمايلي في الصبح يقول لهم لا، انا مش هروح لها، انا لو رحت لها يبقى بعقر. طيب حاضر. طب انت بعيد عنها كده مش بتوقع، وهي محرومه منك انت واحفادها واحفادها، يقول لا احنا كده كويسين، سيبيني انا كده بربي عيالي وانا كده عايش مرتاح. طب انا بس سؤالي يا حاجه، وخليكي واضحه شويه في الاجابه معلش، حضرتك لما اتصلتي باهل زوجته هو ده زعله؟ لا انا اتصلت باهل زوجها بولاد خالي اللي هو اهل مراته. كل اللي قلت لهم بنتكم نكدت علينا اول يوم رمضان، حسبي الله ونعم الوكيل. طب ليه حضرتك عملتي كده؟ والله ما قلت غير كده، على اساس ان هم يجوا يشوفوا في ايه. بنتهم منكده علينا ليه؟ ماشي حاضر. طيب حاضر، تابعينا حضرتك. طب هو على سؤالها الاولاني دلوقتي، هي ما كانتش بتسجد وقت السجده في قراءه القران. سيدنا عمر رضي الله عنه صلى على وقف على المنبر بيخطب، مرت ايه فيها سجده، نزل وسجد في اصل المنبر، سجد والناس سجدت معاه. في الجمعه اللي بعديها قرا نفس الايه، فلم ينزل ولم يسجد. طيب ده يدل على ايه؟ ان اصلا سجود التلاوه ده سنه. يعني الإنسان لو قرأ آيات فيها سجدة قرأ صورة فيها سجدة وما سجدش ياخد ذنب؟ لا يأخذ ذنبا خالص. يبقى لذلك الإنسان وهو بيقرأ صورة فيها سجدة إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، لا وزر عليه في ذلك، والصلاة صحيحة. والصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. طيب الحالة بتاعت ابنها بقى، الحالة بتاعت ابنها، لذلك هي الجملة الأخيرة دي لخصت كل الموضوع طبعا. ولكن ما يستدعيش ده ان هو يعمل في امه. ما هو احنا متفقين ان ما فيش اي حاجه في الدنيا خالص، مهما الام عملت يبقى سبب في الخصام وهجرها. نعم. هي اخطات الام. يا حاجه انت اخطاتي، ما تزعليش من كلامنا، انت اخطاتي انك انت تتصلي من نفسك وتتبرعي بالجمله اللي انت قلتيها، ممكن دي سببت له نكد في البيت. طبعا قالت له شوف والدتك بتقول ايه، انا سبب كذا. لا ممكن يكون الكلام وصل كمان بشكل مختلف. بالضبط كده، فلذلك حضرتك معلش ما كنتيش اتدخلتي، والكلام ليكي بقى ولكل ولي امر. رجاء سيبوا اولادكم يحلوا مشاكلهم بنفسهم. الا لو هم قالوا يا جماعه اتدخلوا عشان تحكموا بينا، يبقى ادخل كحكم. اما اني انا ابتدي انخور كده في حياه ابني واحشر نفسي فيه واتصل بنسايبه او اتصل ب، سهل برضو ان انت تقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل في بنتكم. هنفرض ده حصل من الام، ده يستدعي ان هو يقطع امه؟ لا طبعا، مليون في الميه لا، وهو مخطئ، وده عقوق عقوق، والاب والام لا يعاقبان ابدا. ما ينفعش اعاقب ابويا لو غلط، اعاقب امي لو غلطت وتسببت لي في نكد، دي ما تعاقبش على دماغي يا امي. بس معلش بقى ما تتدخليش تاني وانت على دماغي ويفهم زوجته اني انا بتكلم امي عشان انا ما اقعش في العقوق، وهي مش هتتدخل في حياتنا تاني. اما الواحد يعاقب ابوه ويعاقب امه بالخصام، لا شك ان هذا سنه كامله يعني حرام عليك. طبعا. نعم. طبعا. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل محاضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل.
برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، ناخد سؤال بتقول أنا مريضة جدا وتعبانة بسبب زيادة وزني، هل أنا ملزمة باستئذان زوجي في حالة أني عاوزة أعمل عملية تدبيس معدة عشان وزني ينزل، وهو رافض ان هي تعمل العمليه، بس هو ده مأثر عليها جدا في حركتها وفي صحتها وتعبانه من زياده الوزن، لازم تاخد اذنه؟ زياده الوزن ده لوحده مرض. صحيح. وممكن يصيبها بعد كده بانها قاعده في الارض مش قادره تقوم، وياثر على العمود الفقري، وياثر على العظم، وياثر على كل حاجه. صح. الاطباء هيقولوا لك بقى المشاكل اللي هتيجي من خلفها، ده شيء بسيط يعني، غير الامور الثانيه الاصعب. فلذلك دي واحده عايزه علاج، يعني الزوج يمنع زوجته من العلاج، وده يتأتى. في بعض الأزواج بيبقوا خايفين على زوجاتهم من الدخول في العملية. أنا خايف شيء، يبقى ألجأ إلى حكم من أهل التخصص، إلى طبيب يسأل إذا كان ده هيبقى فيه ضرر على صحتها ولا لا. إحنا بنخاف بجهل لأن ده مش تخصصنا. فأنا أسأل متخصص، يا فلان ينفع تعمل العملية؟ ينفع، خلاص يبقى أشيل إيدي بقى وأدعي لها، ونروح في المكان الآمن مع الطبيب الآمن اللي يقدر يجري هذه العملية. أما أنه هو يمنعها كده بالهوى، لا طبعا ده لا يجوز. جوزي قال لي تحرمي عليا لو عملتي كذا، وأنا عملت الحاجة دي كنت متعصبة منه، بس هو ما يعرفش وخايف أقول له. قلت لحضرتك 100% بدون يعني أي نسبة أخرى. هذا اللفظ يقصد به التهديد والتخويف. كتير جدا. أنا ما شفتش حد يقول لي تحرمي عليا لو عملت كذا، وبقى قصده إن هي تحرم فعلا. لأنه لو عايز يحرمها هيروح يحرمها، لو عايز يحرمها هيروح يطلقها. صح. ولكن ده هو عايز يسمعها كلمة تخيفها، تخليها تتمنع من فعل الشيء. فلذلك لما نسأله أنت الغرض إيه؟ يقول لك لا، الغرض أمنعها. فطالما الغرض المنع، الغرض التهديد، الغرض التخويف عشان تعمل الحاجة الفلانية أو تمتنع من فعل الشيء. طب هو دلوقتي ما يعرفش، يعني هي بتقول لك انا عملته عشان كنت متعصبه منه، هي قصدت انها تعمل. الجميل انها تقول له يا فلان انا عملت، بس عشان يطلع كفاره. طيب لو ما عملتش هتطلع هي الكفاره والدنيا تستقر، لانه ممكن لو قالت له تحصل مشكله تترتب ويطلعها مصيبه بجد. اكبر. ولكن هي ممكن تخبره لو هي عارفه طبعا من حالته، وفي نفس الوقت في كل الاحوال هو ما حصلش ابدا اي طلاق ان شاء الله. تمام. محسن. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله بخير. انا بحب حضرتك جدا وبحب اتفرج على حضرتك قوي. ربنا يخليك يا رب، نورتينا. ربنا يبارك لك يا رب. انا ممكن اقول للشيخ بس حاجه؟ انا اتفضلي اتفضلي. ماشي. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ وعليكم السلام، اهلا بحضرتك. الله يسلمك. بقول لحضرتك انا جوزي بقى له 4 سنين ما بيكلمش اهله. فانا ماليش اي علاقه خالص، يعني انا بقعد اتكلم معاه وكده وماليش اي علاقه خالص. اهله اللي هم مين بقى؟ ابوه وامه واخواته. فانا بكلمهم عادي وعلاقتي معاهم كويسه، ما فيش اي مشكله. وهو مانعني اني انا اروح عند اهلي او اهلي يجوا عندي، الا بالصدفه كل ممكن انا مره لما اكلم حد فيهم في التليفون اروح لهم يجوا. منعك انت كمان من اهلك؟ ليه كل ده؟ والله هو بصي حصل خلاف كده بيني وبينه زي اي بيت بيحصل في اي مشكله، وخدبته وكده وخدوا مني العيال وبعد كده رجعني تاني. ف يعني طبعا ايه اللي بيحصل بقى، يعني ايه مثلا هو ابويا قال كلمه، هو قال كلمه كده زعلوا، فهو من ساعتها وهو مش حاببهم. فهو مش حاببهم ومش طايقهم. فانا دلوقتي عليا ذنب في حاجه اني انا ما بكلمش اهلي او ما بودش اهلي او ما هو ما بيودش اهله؟ انا عليا ذنب في حاجه او في اي حاجه عليا ولا ايه بالظبط؟ حاضر. طيب حضرتك بس الود اهلك والتواصل معهم هيتطلب تنتقلي ولا ممكن تكتفي بالتليفون والسؤال؟ هو عادي لو انا بالتليفون وبتكلم معاهم مفيش مشكله، لكن هو مش عايز يروح لهم ولا هم يجوا لك. وبيتضايق لما بيلاقي حد فيهم بيجي عندي، وانا دلوقتي كان حماية كويس معايا، فحصل تاتش بيني وبينه بسبب ان هو عايز يقوي ابني عليا، يعني بيخلي ابني ان هو ما يسمعش كلامي او ما يستخدمش ان هو يريحني. حماية، ما يستخدمش ان هو رايح له او كده. فزعل مني وخد مني موقف وحلف عليا بالطلاق ما طلعش عنده فيه. فانا ما بكلمهوش دلوقتي، لو قابلته في الشارع هو قابلني في الشارع ما بيكلمنيش. حاولت اكلمه او اصالحه او ابوس على راسه وكده رفض.
رفض. فانا كده دلوقتي في ذنب عليا في حاجه ولا حاجه؟ فحضرتك هتفيدني وتقول لي الصحيح. حاضر حاضر. طب يا ام حسين اتفضلي. فضيلتك اكتر من حاجه تألمنا الحقيقه لما الاقي واحد ما بيكلمش كارثه ابوه وامه، ده لو ما كلمش اخوه ولا اخته تبقى مصيبه كبيره. امال الوالد والوالده يعني هم ربوا وكبروا وجوزوا وفي الاخر يعاديهم وما يكلمهمش ليه؟ عملوا ايه؟ ده الاب والام لو ارتد لا قدر الله، شوف لو ارتد عن الدين لابد من البر، ما يكلمش كلمه تضايقهم. يعني لو هيسالهم عن انتوا ليه عملتوا كده وليه سبتوا الدين وليه مش من حق وهيزعلهم الكلام ده هو ما يقولوش. في اكتر من كده، فلذلك ده هو واقع في مصيبه كبيره. المصيبه الثانيه ان مانع المراه من التواصل مع الاهل. ده كله ايه ده؟ يعني العيلتين وغاوي قطع من الناحيتين غاوي قطع، ده حاجه غريبه صحيح يعني. والانسان بيعيش كده لوحده يقطع هنا؟ طب البركه هتيجي منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن البركة تأتي بصلة الرحم. من أحب أو من أراد أن يبسط له في رزقه ربنا يوسع عليه، وينسأ له في أثره، وفي رواية في أجله ربنا يبارك في عمره أو يطول عمره، فليصل رحمه. ده سببين الرحم بتعملهم، أمرين الرحم بتعملهم، كثرة الرزق والبركة فيه والبركة في العمر. دي الراحة كلها. لذلك بقول حضرتك لن نجد أبدا برا بوالديه يقع في ضيق. صحيح. وإن وقع في ضيق فهو كفاية رضاهم أمر ودعوتهم. وقتي سرعان ما يفرج الله عنه. ودايما العاق مهما لو جات له الدنيا بتجري زي ما بيقولوا، ما تلاقيش فيه راحة، هتلاقيه برضه دايما كده في تعب وفي صح. كد وفي بؤس وفي اكتئاب. فلذلك اللي بيحصل ده مش صح. زوجها يعني تنبهه قبل ما يحصل له حاجة. الإنسان ما يضمنش ده، انت ما تباتش يوم وانت مخاصم ابوك وامك لانك ممكن تنام ما تقومش، او لا قدر الله تصحى الصبح ما تلاقيهمش. بالظبط. هتقعد تلوم طول عمرك تلوم نفسك طبعا، ده ابويا ذهب لربنا وهو غضبان عليا، ده امي ذهبت وانا مخاصمها. فزوج زوجي بيعمله يا حاجك يعني كتير قوي الحقيقه، يعني حرام من كل ناحيه، حرام مركب. طب وخصامها مع حماها وان هي بتحاول تراضيه وهو مش عايز اصل معلش الحما ده مش هو هو ما اعتبرش صله رحم ابو زوجها وفوق دماغها وتحترميه وفي مقام والدك، بس مش 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 رحم. مش عليكي ذنب ولا حاجه، ولكن انت يعني اعملي اللي عليه واسعي في ان انت تصلحي، تكلميه وتسلمي عليه حتى لو هو ما ردش عليكي، يعني الادب والاحترام يقتضي هذا يعني. ان شاء الله. طيب قضاء الصلوات الفائته في اليوم هل بيبقى بنفس الترتيب والسنن؟ لا، ممكن بنفس الترتيب، وده مذهب السادة الشافعية بأن الترتيب بين الصلوات سنة مش واجب. بمعنى إن إنسان مثلا فاته ظهر وعصر ومغرب وعشاء، فدخل لقاهم بيصلوا العشاء فقال ما أنا هصلي معهم العشاء. طيب وبعدين عليه مغرب فراح مصلي بعد كده المغرب، وراح مصلي الظهر وبعدين صلى العصر وبعدين صلى الظهر، ما فيهاش مشكلة. والأخبط منه هو الترتيب سنة بس عند بعض الفقهاء واجب، لابد أن يؤديها بترتيب. فنقول أديها بترتيب على قدر الاستطاع، فإن لم تستطع وحصل أمر واختلاف وكده لا وزر عليك إن شاء الله، فالترتيب سنة عند الإمام الشافعي. زوجتي ورثت ذهب والدتها ومش بتلبسه لأنه موديل قديم، هي محتفظة بيه كذكرى منها، هل عليه زكاة مال؟ يعتبر مال كده. ده يعتبر فلوسة، هي شيلاء يعني، هي كشيء له زي أنتيكة في البيت، زي حاجة كده، زي حاجة من ريحة الوالدة، لازم يكون للزينة. فهي مش عايزة بقى، هي تغيره أو تطلع زكاته لو كان مبلغ يعني، لو كان معدي. أما قطعة ولا بتاع ده أمر يعني أمر ميسور يعني. تمام. هل يجوز صيام الأيام اللي افطرتها مع الست البيض، يعني تجمع النيتين مع بعض؟ احنا سبق وذكرنا قلنا ثلاث حالات في هذه، أو ثلاث صور. الصورة الأولى الفصل ما بين ما علي وما بين الأيام الستة من شوال، يعني المرأة تبدأ تصوم الأيام اللي عليها، خلصتهم تخش في ستة من شوال. ده أفضل صورة وأكثر صورة ثوابا، ان انا اصوم الاثنين كل حاجه خلاص. فيهم بنيتين. الامر الثاني الصوره الثانيه بعدها على طول، انها مش قادره تقضي في شوال بس قادره تصوم السته دلوقتي، فتروح صايم السته وتاجل اللي عليها. السيده عائشه كانت تؤجل ما عليها هناك تقضي في شعبان،
ما فيش فيها مشكلة. الصورة الأخيرة وهي جائزة إن هي تقضي ما عليها نية القضاء أهو في شوال، وكونها أوقعت الصوم في شوال تؤجر بإذن الله على صيام أيام شوال. ربنا يتقبل يا رب. طيب معاه جزء من المال كان محوشه عشان خاطر يطلع يحج، ولكن بنت أخوه المفروض إنها هتتجوز، فإيه الأنسب، إن هو يحط الفلوس ده كمساعدة في جواز بنت أخوه ولا يطلع يحج بيهم؟ سيدنا الإمام عبد الله بن المبارك خرج في رحلة الحج، وسيدنا عبد الله بن المبارك يعني كان زمان لما بيطلعوا في الحج بيبقى واخد بقى الأكل والشرب كل حاجة كل احتياجاته وبعدين كان شهر رايح وشهر جاي ويقعدوا هناك أكتر من شهر، كانت رحلة صعبة وشقة. فهو ماشي في الطريق نزلوا في مكان كده، فوجد امرأة جاءت إلى عزكم الله مزبلة، يعني كوم في شيء كده، وقعدت تنكش وراحت مطلعة حاجة وغطتها وخدتها، كانت يعني عبارة عن طائر ميت، فرخة ميتة، حاجة ميتة. فهو ملاحظ فخبط فسألها وشق عليها في السؤال، فقالت له أنا وأخي أيتام وليس لنا مال. فراح على طول واخد كل اللي هي خدت الحاجة دي عشان تنظفها وتاكلها، فراح مديها كل اللي معاه ورجع ولم يحج في هذا العام. كانش أحرم ولا حاجة. طيب فالإنسان لو كان هو حج الفرض يبقى روح حج. لو هي يعني خلاص لو حج الفرض وهي خلاص هتتجوز وهي يتيمة وفي حجرك في كنفك في أنت اللي هتساعدها، أنت اللي متولي أمرها، أنا أجهزها والحج على التراخي عند بعض الفقهاء، أحج السنة اللي بعدها ولا اللي بعدها لما ربنا يرزقني إن شاء الله. فأما لو كان هو حج نافلة يعني بمعنى أنا حجيت قبل كده، لا ده أنت على طول اديها لبنت أخوك أفضل بإذن الله من الحج، وإعطاؤها للفقير وقضاء حاجة المدين أولى إن شاء الله طالما أنك حججت قبل كده. نعم. دخلت المسجد في صلاة الفجر وكان الإمام بيصلي، فصليت سنة الفجر وما لحقتش مع الإمام إلا التشهد، فقال أخذت ثواب الجماعة، وهل ما فعلته صح ولا لا؟ لا، اللي فعله غلط طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصورة بخصوصها، خلاص إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، يعني ما تجيش الصلاة أقيمت والإمام بيصلي الجماعة وأنا داخل أصلي سنة إيه؟ وأيهما أولى؟ اللي في ذمتك وفي رقبتك إيه؟ هو الفريضة. فلذلك الصح إنك أنت تخش وبعد ما تنتهي من الفريضة تصلي الركعتين، أو بعد شروق الشمس تصلي السنة الركعتين. ربنا يطول، نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم.